البرنامج اللي درته مجموعة OCP باش تطور يعني من دوز من فيلا باش تساهم ندوز من فلاحة تقليدية إلى فلاحة عصرية في المغرب إن شاء الله. ففي إقليم خنيفرة درنا عدة أنشطة كأيام دراسية ومنصات تطبيقية والزيارات ديال المواكبة والتحاليل، ودرنا واحد الحملة ديال التحاليل للتربة. فاحنا اليوم كنتواجدوا في واحد من هذوك المنصات، فهاد المنصة كتواجد بجامعة القباب إقليم خنيفرة. النتيجة اللي توصلنا لها في هاد المنصة هي 23 قنطار في الكتار، اللي هي واحد النتيجة مهمة بزاف نظرا لان هذا كان واحد سنه فلاحيه صعيبه حيث التساقطات كانت قليله وما كانتش منتظمه كذلك. وبينما النتيجه اللي توصلنا لها في المنصه الشاهد هي 10 القناطر فقط في الكتار، فهذا الفرق هذا كيمكن لينا نشرحوه ولا توصلنا ليه يعني بفضل التقنيات الفلاحيه، يعني انطلاقا من التحاليل ديال التربه مرورا باستعمال تركيبه جهويه ديال الاسمده اللي هي 10 20 20، كذلك استعمال المكننه والمداء وكذلك المداويه ضد الربيع والامراض الفطريه يعني في الوقت المناسب. حنا كما كتعرفوا اليوم كنتواجدوا في الجماعه ديال القباب بالضبط في المنطقه ديال النده في اطار واحد المنصه التطبيقيه دارتها لنا المثمر كتعلق بالزريعه ديال الفرينه. بالنسبه للمثمر درت هزات وخديت خدا واحد جوج كثرات من عندي، زرعوها هما اللي زرعوها، داووها هما اللي خدموها، وانا في نفس الوقت خدمت واحد الكثار. جينا بالعمليه الاولى باش بدينا هي العمليه ديال التحاليل، صحاب لو سي بي داروا التحاليل، انا ما درت لا تحاليل لا والو. جينا للزريعه، صحاب المثمر زرعوا بالسوموار، انا زرعت باليد العامله جينا للمرحله ديال محاربه الاعشاب الضاره، هما داووا الاعشاب الضاره بالطريقه ديالهم، انا داوت بالطريقه ديالي. جينا لمحاربه الامراض الفطريه، الامراض حنا في المنطقه ديالنا ما كنداوش الامراض الفطريه، كنديروا الاعشاب الضاره هادشي اللي كنديروا. وحنا اليوم في اخر مرحله ديال الحصاد، وكما كتلاحظوا اليوم لقينا واحد الفرق كبير. المنصه التطبيقيه ديال لو سي بي عطاتنا 23 قنطار في الكتار، والمنصه التجربه اللي درتها لنا عطاتنا 10 القناطر في الكتار، سيت هادير كاين واحد الفرق ديال 10 13 قنطار في الكتار، هذا فرق كبير في الوقيته اللي هاد العام الشتاء كما كتعرفوا الشتاء ما كايناش. كون الله كمل على هذا الخير اللي جا في الاول غتكون واحد النتيجه بزاف. راه ناقصه دابا صحاب المنصه ديال المثمر، ناقصه التجربه ديال المثمر استفادوا منها الفلاحه بزاف، لانهم شافوا بالزريعه ديال السومار كانت زريعه مزيانه، وكانت الزريعه اللي جابوا زرعوها كانت زريعه ممتازه، والادويه اللي عطاو في الوقت مع الصبا ما جاتش في الوقت ديالها باش ان العام كان قاسح، ولكن الحمد لله راه كانت تجربه مزيانه وعطات نتيجه مزيانه، والفلاحه راه عجبهم الحال وعجبهم هادشي التجربه اللي دارت بها اللي دار اصحاب المثمر في المنطقه. كاين فرق كبير ما بين الزراعه اللي كنا كنديروا حنا كفلاحه في الاول وهاد الزراعه اللي داروا اللي دار التجربه ديال المثمر، هي عطات واحد النتيجه مزيانه بالنسبه للزراعه ديالها وبالنسبه للادويه اللي عطاو، لان هما ما كانش الربيع عندهم، الفلاحه ديالنا كانت كتكون فيها الربيع. وبالنسبه ديال الزراعه حنا كنا كنزرعوا غير شي شويه، دابا الناس ديال المثمر زرعوا وكانت الزراعه ديالهم مزيانه، وجات في واحد نهار في شهر جوج كانت طلعت مزيانه، ديالنا كانت ضعيفه ومع قله الامطار اللي كانت في العام، ومع ذلك راه التجربه كانت مزيانه وطلعت. وكنتمنوا من هنا لقدام ان شاء الله باش ان الفلاحه كاملين ديال المنطقه يمشيوا على الطريقه هذه اللي دارت المثمر.